طيب السؤال الأول، أنت بتقول هو متعب أو مجهد إنك تفكر دايماً إنك مش مجرد تعمل عمل من أجل المتعة وبس، لا إنك تعمل عمل وراه حاجة عايز تقولها. ماشي، أوكي، ممكن يبقى متعب زي ما بتقول، لكن بالنسبة لي وأنا بمارسه أنا عن نفسي مش بحس متعب جسدياً، متعب في السهر، متعب في الوقت، بس بالنسبة لي أنا عن نفسي بستمتع. يعني بل بالعكس، أنا بالنسبة لي المتعب نعمل حاجة تافهة. أنا بالنسبة لي يعني فعلاً، لانها بتاثر في نفسيتي وبتفضل مضايقاني. وطبيعي انا من وانا انا في الاصل بدات كمدير تصوير، فده خلاني اشتغل كل الحاجه. فبصراحه كنت بجرب كتير جدا ان في اوقات ممكن اكون بعمل حاجه بسيطه، اوكي، بصراحه كانت بتعبني نفسيا اكتر بكتير. لقيت نفسي ان انا بستمتع لما اكون بعمل حاجه وراها حاجه عايز اقولها او بفكر فيها او شغلاني انا كبني ادم، حتى قبل ما اقول ان انا ادعي نفسي ان انا فنان يعني، فشغلاني بستمتع لما اكون بمارسها. ده بالنسبه للجزء الاولاني فعلا. طيب السؤال الثاني فيما يخص ان انا بشوف يعني ممثلين وبديهم بشكل ما فرص او كده، قناعاتي ان في جزء كبير من اساسيات شغلي كمخرج، وادعي ان ده اللي انا درسته على مدار حياتي، هو لازم يكون عندي جزئيه اكتشاف حاجات جوه اي ممثل هتعامل معاه. طبعا ما انكرش ان 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 في فضل هنا عندي خاص بالتصوير، ان انا في الاصل عندي عين تصويريه، فخلاني دايما اقدر اشوف، ممكن اشوفك وانت لسه في بداياتك، لكن بكون شايفك قدام. انا الحقيقه انت بتقول ده بيبقى ياخد مجهود ومتعب، لا انا برضو بستمتع، لاني بالعكس انا لما بشوف حد موهوب انا شايف موهبته، مش شايف بقى كل الحاجات اللي بره التقنيه دي، لان انا بالنسبه لي سهل ان انا اسيطر عليها، ويعني امكانياتي في الجزء التقني بحكم ان انا مدير تصوير هقدر اسيطر على كل المشاكل يعني. فانا فعلا ببقى سعيد باللعبه دي، وببقى فرحان جدا لما بلاقيهم بعد كده كمان مش معايا، بالعكس انا ببقى فرحان جدا، ببقى في منتهى السعاده الحقيقه من جوايا يعني، ان انا راهنت على ناس انا على موهبتهم يعني. بس اللي متابع التترات رمضان كده يلاقي انه ناس كتير موجودين طالعين تحت ايدك او اشتغلوا معاك او كده، فاكيد برضو بتبقى انت حاسس بفخر تاني انه مدير التصوير الفلاني اللي بيتقال عليه عامل شغل كويس ومسجل ده هيجيب دور معاك. هم يعني كلهم اساتذتي في الاول وفي الاخر يعني، يعني انا ببقى اكيد ببقى فرحان بيهم طبعا. نفسي صدقني نفس الكلام هقدر اقوله على السؤال اللي فات، يعني هي فعلا جزء ليه علاقه بان انا بكون حابب المواهب اللي معايا. انا بطبعي بحب الموهبه في اي حاجه، انا على قناعه ان العامل اللي بيشتغل في الفخار في منهم ناس هو عنده موهبه خاصه جدا، اوكي، فانا دايما كده عندي شغف بروح من اللي عنده موهبه بروح بمسك فيه. الموهبه دي بتاعته وده بعمله في كل بالظبط ربنا بالزبط. يعني وده في كل العناصر بالنسبه لي، يعني تصوير، ديكور، تمثيل. في التصوير طبعا بحكم ان انا يعني هتصدقني ان فعلا انا ما لحقتش اتفرج بالكامل، لان اكيد انت شفت احنا يعني طبعا بعد رمضان هتفرج على كل الحاجات، بس لا في طبعا كتير قوي يعني عاملين مجهود السنه دي، مش بس الناس اللي انا اتشرفت ان هم كانوا معايا في يوم من الايام، لا في اساتذه تانيين برضو كتير قوي السنه دي. انا بحيي قسم التصوير عموما، اكيد انا متحيز لقسم التصوير ومقتنع ان هو عمود الخيمه للدراما المصريه سواء سينما او تلفزيون يعني، وبحييهم السنه دي لان ده موسم مضطرب جدا وموسم كان مزنوق جدا في الوقت، ومع ذلك زي ما انتم شايفين مع احترامي هم مشرفين الدراما المصريه بجانب اي دراما تانية موجوده في الوطن العربي بس، فانا بحييهم كلهم بجد يعني.